بسم الله. طيب انا كنت بصلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده هنبدا دلوقتي في ليسن 3 يا جماعه. بجد والله الموضوع بيحتاج جهد رهيب، جهد ذهني وعقلي ونفسي وصحي، بجد والله رهيب، ومحتاج تركيز، بالاخص اللي انا قلت ما بعملش اديتنج للفيديوز، تمام؟ فزي ما انتم سامعين الاصوات وكل حاجه على الواقع يعني، تمام. هو بس كاسبر وايزابيلا مش متعودين ان انا اتكلم يعني، فعشان كده قاعدين عاملين الاصوات اللي عاملينها دي. فهحتاج بس منكم اللي هو ايه، يبقى فيه تشجيع ان شاء الله. انا والله بالله ما ببخل معلومه خلاص، واتمنى ان القناه دي ان شاء الله تستمر وربنا يعيننا عليها يعني، ويجعلها في ميزان حسناتي يا رب، اللهم امين، تمام. بس حرفيا انا بشرح بطاقتي كلها خلاص، ما بقى ما بقى ما بقى يعني مش بداري معلومه واحده، تمام. فالفيديوهات دي لو وصلتك يبقى انت حظك حلو. لو انت عندك طفل في رابعه ابتدائي وعندك امكانيه اللي هو مثلا يتفرج عليها وكده، ويبقى قاعد طالب ما شاء الله عنده تركيز ومحتاج اللي هو يتعلم، هتفيده كتير والله يعني. خلاص، وياخد نوتس كده في نوت بوك يقرا منها بعد كده، لان في حاجات انا ايه شبه اللي انا ايه ملخصها شويه او مرتبها، تمام. فقال لك هنا بيج 31، انا هتاكد برضو من ان هو بيعمل تسجيل لان انا بيفصل مني يعني. الحمد لله بيعمل تسجيل. طيب بيج 31، قلنا انا شغال من جيم، تمام. واهم حاجه برضو اللي انا ايه اللي بوصل المعلومه. طيب فقال لك هنا ليسون 3، فاحنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ اهو خلصنا دلوقتي ليسون 2، تمام. هنخش ان شاء الله ليسون 3. طيب الليسون 3 بيتكلم عن حاجتين، هيلثي وان هيلثي، الاثنين ادجكتيفز صفات، صحي غير صحي، هيلثي والاوبوزيت العكس بتاعها ان هيلثي. طب هو بيقول لك هنا مالكش بي هيلثي، لو قال لك بي هيلثي خلاص كن صحي، فاعمل الحاجات اللي هي ايه خلاص بتخليك صحي بصحه كويسه. هو قال لك هنا بينج هيلثي كعمليه شبه مستمره بيتطلب اللي انت بتعمل الحاجات ديت خلاص، اللي هي الاكشنز اللي بتخليك هيلثي باستمرار، تمام. فهو هنا بيتكلم عن ايه، انك تكون مستمر في الانشطه اللي تخليك خلاص هيلثي. طيب قال لك بينج هيلثي وبينج ان هيلثي. طيب في البينج هيلثي انك تكون بصحه كويسه، قال لك doing a lot of sports، اللي احنا نعمل كتير من الرياضه، تمام. walking المشي، تمام. قال لك eating fruits ماشي اكل الفاكهه، drinking more water نشرب ميه اكتر، تمام. playing basketball او playing sports عامه لعب كره السله. being unhealthy بقى الحاجات اللي بتخليك unhealthy ايه، تمام. قال لك اللي هو ايتنج كاندي، احنا هنقول هنا خلاص ده ليسون 3 عشان نبقى عارفين خلاص، وبنتكلم هنا عن بيج 31. بس انا مش ايه مش هكتبها لان مش همر عليها مرور الكرام بس كفوكاب، تمام. قال لك ايتنج كاندي اكل الحلوى ان هيلثي، درينكينج كولا اللي هي السوفت درينكس، فيزي درينكس اللي هي المشروبات الغازيه ان هيلثي، بلاينج فيديو جيمز تبقى قاعد قدام الكمبيوتر كتير وبتلعب كتير unhealthy، eating burgers خلاص اللي هو الفاست فود والحاجات ديت unhealthy. طيب ننتقل بقى للتكست بيج 32. مش انا نسيت بس اظبط الهوا عليا، فما شاء الله يعني الدنيا واو يعني. طيب قال لك هنا في do you think you are healthy جودي، الانترفيور انترفيو اللي هو مقابله شخصيه، انترفيور اللي هو بيعمل مقابله شخصيه، انترفيوي
اللي بيتعامل معاه المقابله الشخصيه. فالانترفيور اللي هو بيقوم بالمقابله مع مين؟ مع جودي وادم والدارين، تمام؟ معايا مركزين؟ خلاص ما تفصلش مني، تمام؟ بيسال Do you think you're healthy؟ طب انا بسالك، انت تعتقد ان انت بصحه كويسه؟ صحتك حلوه؟ فجودي قالت له ايه؟ Yes I do. ايوه طبعا صحتي كويسه. طب ادينا بقى الـ 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 الحاجات، وانا بقى ايه التكست، قلت لك الشغل كله على التكست، التكست اللي يخليني اخرج لك منه المعلومات كلها، فعشان كده لازم تقرا التكست. فقال لك هنا Yes I do. طب ليه يا جودي؟ جودي اهو هنتكلم هنا بيج 32 ده التكست. طب ليه يا جودي انت بتعتقدي ان انت هيلثي بصحه كويسه؟ قالت لك هنا بص هيلثي، هنحاول من التكست نطلع هو بيتكلم هنا ماشي بيتكلم عن كله هيلثي اهو. طب ليه هيلثي؟ ليه هيلثي؟ طيب هنطلع جودي بتقول ايه؟ خلاص سببها ان هي هيلثي. اول حاجه دو سبورتس، وقالت له هنا I do a lot of sports at school. طيب في بس ملحوظه كده على السريع، بقول لك on the weekend في نهايه الاسبوع، في عطله نهايه الاسبوع، وينفع نقول at the weekend الاثنين، on the weekend و at the weekend، وال at the weekend بتستخدم اكتر يعني. قال لك بتقول I walk to my grandma's house with my family. يبقى هنا doing sports healthy، الwalking برضو healthy، فهي هنا بتقول لك ايه I walk، فبتمشي لبيت جدتها مع العيلة. طيب I really like walking، على السريع كده معلومة على السريع، like بيجي بعدها الverb ing، فبتقول لك هنا أنا بحب المشي I like walking. طب ليه بتحب المشي؟ Because I can talk to my mom and dad، تمام؟ بتقدر تتكلم مع باباها ومامتها. We can see the different houses and the shops. مالناش دعوة دلوقتي بالهيلثي، بس هي بتتكلم عن حاجات بتحبها. بنقدر نشوف منازل، خلاص ده في عملية الإيه؟ المشي. منازل خلاص مختلفة ومحلات مختلفة. طيب بتعمل إيه؟ خلاص بتقول لك I don't eat candy. طيب يبقى هنا بتعمل ايه؟ خلاص don't eat candy، ما بتاكلش الحلوى. ليه؟ لان فيها سكر كتير، تمام؟ مضره. but I like fruit، دكاتره ال الدايت خلاص يقول لك ايه؟ بلاش الحاجات اللي فيها سكر كتير. طب جسم ساعات بيحتاج سكر، جسم ساعات بيتكلم ولا يطلب منك انا عايز حادق، انا عايز سكر حرفيا. طب اعمل ايه؟ تقوم ايه؟ تقول لك ايه؟ او الدكتور يقول لك ايه؟ نعوضه بايه؟ بالفروت. فبدل الكاندي خلاص هي بتعمل ايه؟ ايت فروت، بتاكل السكر الموجود في الفاكهه، مش مضر، تمام؟ فبتقول لك I like fruit. My favorite fruits، الانواع بقى بتاعت الفاكهه اللي هي بتحبها، بانانز، موز، ووتر ميلون، بطيخ. My mom makes an awesome banana milk shake، ماما بتعمل خلاص ميلك شيك موز رائع، تمام؟ وقلنا ميك بتيجي مع اي حاجه فود درينكس، الحاجات دي كلها، واوسم اللي هي رائع واو يعني، تمام؟ ده اللي هو ايه؟ جودي. طيب الانترفيور بيكلم بعد كده مين؟ تمام بيكلم ادم. Do you think you're healthy؟ انت شايف ان انت تعتقد ان انت بصحه كويسه؟ Yes I am in a wheelchair. يبقى هنا هو الراجل هنا ربنا ييسر له اموره يعني handicapped، معاق، في اعاقه، فقاعد في كرسي، كرسي اللي هو كرسي بعجل، تمام؟ فبقول لك هنا I am in a wheelchair basketball team at school. فالمشترك في نادي وفريق باسكتبول في المدرسة، كرة سلة في المدرسة. للإيه؟ ممكن الهانديكاب بيلعبوا عادي سلة، بشر برضو يعني. طيب الراجل المحترم ده يبقى هو دلوقتي
do sports اللي هو does sports. بس خلينا نقول اللي هو ايه infinitive اللي هو ايه، لان احنا بنتكلم عن staying healthy or being healthy، فايه do sports. طيب فبقول لك هنا ك doing sports بيتطلب منه اللي هو ايه we practice 3 times every week. do or play sports و practice السبورت دي تمام 3 مرات في الايه في الاسبوع. خلينا نقول هنا اهو ادم، خلينا نقول does sports وال what kind، قال لك basketball. بتتطلب ايه practice ممارسة تمام، راجل محترم 3 times every week a week. طيب هو بيقول لك هنا I drink cola ده unhealthy، هو بيشرب تمام، بس عايز يعوض ده ان هو يعمل ايه، هو unhealthy ان هو يشرب كولا تمام، بس هو بيقول لك ايه I want to drink more water، عايز اشرب مية اكتر. انا عارف ان انا بعمله ده غلط، بس انا عايز ايه اعمل الصح ان اشرب مية اكتر تمام. وقال لك هنا I don't play video games، يبقى هنا الراجل المحترم ده اهو don't هتخليها هنا doesn't play video games. خلي بالكم انا صرفت الفيربس ده اهي تمام، اهو خليها drinks مع مين مع ادم doesn't. عايزين تخلوا دي مع جودي ممكن تقولوا بدل ال don't اهو اهو ماشي خلوها doesn't عادي. لو هنستخدم الدونت او الفيرب انفينيتيف انت بتكلم عامه اي حد بتنصح اي حد، انا ممكن اقول لك دونت انت تمام كنصيحه، انما دلوقتي انا بقول لك جودي بتعمل ايه الاكتيفيتي، ممكن اقول لك داز سبورتس كفاكت عنها في او هابت عنها في البريزنت سيمبل خلاص. ووكس اور جوز ووكينج عادي بتتمشى تمام. لايكس ووكينج خليها لايكس ووكينج اهي علشان الزمن هنصرف بعد كده الزمن ان نتصرف الفيربس دي في الزمن اصلا اللي هو القاعده اللي موجوده في اليونت دي اللي هي البريزنت سيمبل تمام. doesn't و eats fruit انا كده صرفت الفيربس كلها بما يتناسب مع الاشخاص دي في صيغه المفرد. الفيرب في البريزنت سيمبل متضاف له اس خلاص نفيه doesn't. طيب تالت حاجه انترفيور بيكلم مين دارين اهو، فهنا دارين اتكلم يا عم دارين، ده دارين طلعت بنت خلاص اتكلم يا دارين تمام. فبيقول لك هنا انترفيور بيكلم دارين فبيقول لها do you think you're healthy دارين خلاص، قالت له yes I think I'm healthy، انا شايفه ان انا ايه برضه healthy. ليه بتعملي ايه يا دارين؟ my mom and I دول اتنين جمع مش لوحدها، لان لو لوحدها هتقول ايه I go تمام، وهم قايل لك دارين هنا جوز، بس هم هنا الاثنين جمع فتقول لك ماي مام اند اي جو ووكينج، يبقى دارين خلاص هخليها في صيغه المفرد بس هنا للاستخدام بعد كده في القاعده بتاعتنا جوز ووكينج. وقلنا هنا ووكينج عادي لايكس ووكينج عادي خلاص على حسب تصريفها، ممكن نقول هنا برضو جوز ووكينج عادي تمام. يبقى هنا دارين جوز ووكينج خلاص. طيب بتتمشى فين؟ سابت الجمهوريه وسابت الدنيا كلها والبلد بتاعتها وكده وتقول لك ان ذا ديزرت في الصحراء تمام. ويز ماي داد باباها بياخد بنته بيتمشى بيها في الصحراء، مالناش دعوه بس هو كنشاط حلو. طيب داد از ا ساينتست اند لايكس لوكينج ات انيمالز اند بلانتس، لا الاب بقى هنا ايه راجل محترم كده خلاص هو عالم ساينتست تمام، والراجل ده ايه كساينتست بي ايه بي ديسكفرز نيو ثينجز تمام نيو سبيشيز فصائل جديده اشياء جديده، فهنا بيروح الصحراء وبيدور او بيبص على بينظر الى الانيمالز الحيوانات الموجوده في الصحراء والبلانتس النباتات الغريبه الموجوده في الصحراء. يبقى هنا سبب اللي هي بتروح تتمشى في الصحراء باباها راجل محترم بياخدها عالم وبيروحوا ايه يتفرجوا على الحاجات اللي هي الانيمالز والبلانتس الموجوده هناك. وي جو وذ هيم افري ويك اند، في كل عطله نهايه اسبوع بنروح معاه.
It's very interesting. الحاجة دي أنا حباها جدا شيقة. But it's very hot sometimes. زي ما أنا واقف الوقت كده نسيت أسلط الهواء عليا خلاص. It's very hot. تمام؟ في الصحراء يعني بيسيحوا هناك. I only drink water because I don't like cola. محترمة. ممكن تشرب دايت عادي. بس بتقول لك هنا only أهو drinks water. بتشرب مية بس. خلاص because I don't like cola وهي ممكن شربها اكتر المية لانها مش بتحب الكولا مش بتتجنبها لا هي ما بتحبهاش تمام I love burgers unhealthy هي بتحب البرجرز واحنا قلنا البرجرز ايه unhealthy but I only eat one a week بس الاكل الunhealthy ما نفتحش فيه لا هي عارفة ان هو unhealthy بس بتحبه بس علشان تحافظ على جسمها بتاكل 1 برجر اللي هو الساندوتش اوي يعني ايه every week يعني في الاسبوع my mom makes yummy salads والسلطة healthy خلاص يبقى ممكن نقول eats اهو salads بتاكل اطباق من السلطات مامتها بتعملها بتقول لك لذيذة ده اللي هو التكست بيج 32 اهو تمام being healthy نعمل ايه علشان نكون healthy خلاص ونبعد عن ايه عن ال unhealthy food زي ايه قلنا في التكست وقلنا امثلة عليهم خلاص هقف لغاية ده علشان الايه اللانجوج فوكس هيبقى على present simple فممكن شوية كده ان شاء الله وايه بس احرك الهواء عليا تمام عشان خلاص انا ما عادش في تركيز اصلا تمام وهدي البريزنت سيمبل بطريقه ان شاء الله جميله تعجبكم تمام واتمنى ان انا اكون يعني قدرت ان انا افيد يعني سلام